سبحان مغير الأحوال، إيه اللي خلى شيرين عبد الوهاب بعد ما كانت بتغني لحسام حبيب حبه جنة تقلب عليه لدرجة إنها تبلغ عنه وتعمل له محضر عدم تعرض؟ معقولة بعد الفترة الكبيرة اللي عدت على انفصال حسام وشيرين تكون لسه شيرين ناوية تندمه على طلاقها؟ ولا إيه اللي حسام عمله وخلاها توصل للمرحلة دي؟ النهاردة تفاجئنا كلنا بحدوتة غريبة شوية. شيرين عملت محضر لحسام علشان يقبضوا عليه بعد ما رحلها في فيلتها في الشيخ زايد، ومش بس كده، ده كمان طلبت انه يكتب تعهد بعدم التعرض ليها او لبناتها بعد ما شتم بنتها الكبيرة. ولما الشرطة وصلت كان حسام موجود فعلا، بس هو قال انه كان جاي علشان ينهي مشروع فني بينهم، وما كانش في نيته انه يتعرض لها لا هي ولا بناتها. العلاقة دي من أغرب العلاقات في الوسط الفني حالياً. دول غلبوا حدوتة من عرفة وجوزها، وكل فترة يطلعوا بحدوتة جديدة ومش عاوزين يرسونا على بر، ولا حد عارف هم خلاص ولا هيرجعوا تاني. يعني لما حصل الانفصال أول مرة والسوشيال ميديا كلها اتقلبت بعد خبر طلاقهم، قلنا خلاص نصيب مفيش مشكلة، لكن هي طلعت في التلفزيون وقالت إنها لسه بتحبه، ومرة تانية هو يروح المطار يستناها وهي جاية من برة. ناس غريبة بجد. شيرين بعد الطلاق ما استحملتش الصدمة وظهرت في أول حفلة ليها وهي حلقة شعرها على واحد، وبعد كده طلع كلام إنهم رجعوا لبعض بعد أقل من شهر، واللي اتقال ساعتها إن شيرين طلعت حامل، وده كان سبب إن حسام راح استقبلها بالورود والأحضان في المطار بعد رجوعها من الإمارات. لكن أبو حسام أكد وقتها إن مفيش نية إن الاتنين يرجعوا لبعض، وحسام عمل كده بدفع الصداقة الكبيرة اللي بتربطهم. وقبل الوقعة دي بكام شهر كان حسام وشيرين بيلوموا بعض في البرامج، وكل واحد فيهم بيرمي على التاني مسؤولية المشاكل اللي حصلت بينهم واللي انتهت في الآخر بطلاقهم. بس شيرين النهاردة فاجأت الكل ونهت كل الشائعات اللي بتطلع عليها هي وحسام. ما هو مش طبيعي تكون بتفكر في إنها ترجع له النهاردة وتصحى تاني يوم تبلغ عن الشرطة، ولا إيه؟ دلوقتي محدش عارف هما فعلا عاوزين يرجعوا لبعض ولا هياخدوا سكة المحاكم والقضايا ويلفوا في الدوامة دي. بكرة نعرف بقية الحدوتة. Thank you.